النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. سعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سنت أجواء مستقرة، درجة الحرارة استمرت حول إلى قلب قليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. الأجواء استمرت أيضا باردة شديدة البرودة خلال ساعات الليل، واستمرت الرياح الشرقية بالهبوب. هذه الظروف الجوية وهذه التوقع أو هذه الأحوال الجوية ستستمر خلال منتصف الأسبوع على أن تتغير بشكل جذري خلال نهاية الأسبوع. ما توقعات بأن تتعرض المملكة لمنخفض جوي؟ سنتحدث عن تفاصيله خلال هذه النشرة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر خلال الأيام القليلة القادمة، تراجع قليل في شدة البرد مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وهبوب لرياح شرقية خلال اليومين القادمين، وتغير على الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع. نذهب الآن لاستعراض خرائط درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. ترتفع قليلا درجات الحرارة مع استمرارها منخفضة، استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة خلال ساعات الليل، لكن ليست كالليلة السابقة بسبب الارتفاع قليل على درجات الحرارة كما ذكرنا، وتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري عن المنطقة واقتراب لكتلة هوائية دافئة نسبيا خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب لمنخفض جوي نهاية الأسبوع. نذهب الآن لخرائط توزيع الرياح والتوقعات الجوية للرياح الشرقية التي ستستمر بالهبوب بشكل متفاوت الشدة من يوم لآخر حتى يوم الثلاثاء بإذن الله. يوم الاثنين تتراجع قليلا هذه الرياح الشرقية على أن تشتد من جديد يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله. هذه الرياح ستعمل على زيادة الشعوب البرودة في عموم مناطق المملكة. نذهب الآن وإياكم لتوزيع الأنظمة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة. هذه الخريطة ليوم الثلاثاء، حيث يتمركز منخفض جوي فوق غرب اليونان مترافق بجبهة هوائية باردة فوق ليبيا، وجبهة هوائية دافئة فوق مصر، حيث تندفع كتلة هوائية دافئة نسبيا نوعا ما نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. يوم الثلاثاء يستمر تأثير المرتفع الجوي السيبيري فوق المنطقة، استمرار للرياح الشرقية الجافة التي تزيد من الشعور بالبرودة. لكن يوم الأربعاء يتحرك هذا المنخفض الجوي شرقا، يتمركز إلى الغرب من تركيا، ترافق هذه الجبهة الهوائية الباردة والكتلة الهوائية الباردة والجبهة الهوائية الدافئة التي تندفع على إثرها هذه الكتلة الهوائية الدافئة نسبيا، تصل المملكة يوم الأربعاء حتى ترتفع درجات الحرارة قليلا، لكن يبقى الطقس بارد نسبيا ويبتعد المرتفع الجوي السيبيري وتتراجع شدة الرياح الشرقية. لكن يوم الخميس يتمركز هذا المنخفض الجوي إلى الغرب من سوريا، يصنف على أنه من الدرجة الثانية قابل للتطور خلال التحديثات القادمة، وتعبر الجبهة الهوائية الباردة أجواء المملكة خلال يوم الخميس بإذن الله. تنخفض درجات الحرارة بسبب عبور الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، وبالتالي يوم الخميس تبدأ تأثيرات الفعلية لهذا المنخفض الجوي، تصبح الأجواء شتوية ماطرة باردة في عموم مناطق المملكة. الجبهة الهوائية الدافئة تندفع نحو الكويت وأجزاء من شمال وشرق الجزيرة العربية، ويبتعد بشكل كامل المرتفع الجوي السيبيري. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي، 5 درجات مئوية الملموسة 4، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين غيوم متفرقة 14 إلى 5، يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة 15 إلى 9، ويوم الأربعاء طقس غائم بشكل كامل بغيوم عالية بدون فعالية 15 إلى 8 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.